يا جدعان والله شايفين المتفنش ده ده واخد نفس الحاجة. شوفوا عامل ازاي. ايه رأيكم في التأمينات؟ بصوا ده انا حاطط كمية حاجات تأمينات أسطورية. اي كلام. شوفوا ده والله. بص المتفنش ده شايفين ده اول عم جه اتحشر يا ده. قال لي يا عم ما اقعدش جاي هنا، العبش بعيد عشان شكله محترف. فقال لك لا يا عم خليك. الاكل الاكل الحمد لله. الحمد لله 100%. خلينا احط الميه بقى هنا. الميه كلها خلاص. انا ماشي. اخ يا بابي. وش ايه كل غمض عينه. بس اف شايفين دي اف. كنت بعمل بيبي. ايه القرف ده؟ نشوف هنا. والله عندي كمية حاجات. ايه مش عايز ستين لازمة. ستين لازمة. هنفتح هنا. تك خد تك يعني خد ده يا جدعان. خد الحاجة. غريب مفيش وقت اي حاجة. حتى في فحم دول كأنه في ماينكرافت والله. اه يا عم ورقة ورقة يا راجل. يعني كل ده وتديني ورقة. يخرب عقلك. واتش يا عم. هنجرب حظنا يا جدعان. شايفين علامة الاستفهام؟ يعني نجرب حظنا. انا بحب اللي اسمه ايه ده اي كي ام واللي بيضرب طلقتين. يلا يلا. ايوه تاك. شوف يروب لا كوين. هنشوف كم. نشوف شنطه. واحد يا مفتري. يخرب بيتك يعني كل ده ولا واحد. يخرب بيتك. لازم اقعد العب اللعبه دي مساحه خالص. والله حد شايفين عندي كميه خشب منين يا جدعان؟ عارفين انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ البتاع ده هي ثواني. ايوه هي دي الريتيونس. دي هي هي اللي بتجيب لكم حاجة. يعني هي لو انتم ضغطتم على حاجة اسمها اتنين. انا كان معايا 15 واحدة فقمت جايب الخشب والموارد دي. فقمت قال يعني مصلحة على طول. وقمت باني ايه ده. قمت باني على طول. شايفين بتراي. بس عارفين ترسمين فين؟ ثواني هوريكم. عند العربية. يا لهوي ده حتى قريب مني. ده لو انا عاوز اخش البيت ده براحتي. يا سلام يا سلام. سلم. بس انا حاطط كام باب. باب كتير عشان اقدر اخش. انما الاعداء لا محترفين. بس عشان محترف مانيش نوب. شايفين بس الزومبيات كسروا من الدنيا. بصوا انا حطيت دوت ودوت ودوت. ايه ده وكاوتش؟ كاوتشين وشنط. شنط يعني.
وراح حتى بص بس يا بدري قفل الصوص ده. بصوا بصوا لده، شوفوا ثواني بلاك اون بلانك فلور مستوى 2. صدق ده انت محتاجني اطوره زي البتاع ده. يا لهوي ده محتاج اطور. فين الحاجة؟ يا لهوي صار عامل كام تشيست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تمت شيستات في كل مكان. ايه بس ايه رايكم يا جدعان تقولي انا بتاعي وسطول خلاص اعمل بقيته. والله يا جدعان كل شويه قاعدين بيخربوني خرابين صغيرين. اخد كمان شويه حجر. ايه ده انا ملاجلك ولا ايه؟ اللاجليجو. انت بقول لك ايه امسك نفسك. ده انا ايه وحش يا جدعان وحش. شايفين معايا ايه كمية موارد كتيرة. ايه ده وانا ايه ده؟ ده انا ممكن اشيلها، ده انا ممكن احطها في مكان تاني. يا سلام حطها هنا. ايوه لا ايوه كده بالظبط عشان اقدر افتح واقفل. لسه الدرجة اللي عندي محتاجة اعمل الشيست كلها. عاوز اغير الشيست ده، لو كان هشيل ده اصلا مش عارفه. ثواني انا اشيل ايه؟ يا لهوي عشان اشيله محتاج ايرون ومحتاج طوب. يا لهوي عشان اطوره المستوى التالت زي ده. يا لهوي انا اقدر اكسره. انا اقدر مفيش خلاص. يلا باي باي. ما شاء الله احسن. يلا ده انا عملت كارثه. بصوا يا لهوي ده حد عاوز يعمل كرافتنج ده براحته. يا لهوي والله يا جدعان هعيط من الضحك هعيط من الضحك. هنوسع البيت يعني أسطورة حلو. هنوصل يكمل ليه؟ لا ايه ده؟ في ايه؟ الارض دي هتجدع من بين اتنين يعني عشان لو انا كسرتها هيكسر من الاتنين دول. انا مش عاوز اعمل مشاكل. يا خسارة استعمل حاجة. شيل ده شيل ده وسع كمان عشان بحب اوسع. يا لهوي
ده انا عملت مقبره يا جدعان، مقبره مش بيت، مقبره. يا لهوي. لا عمال تمسك نفسك. هنركز. شفتوا بقى الخدعة دي؟ يلا نصلح الواحدة. يا شيخ يا شيخ، شوفوا ده انا عامل تحصينات. ايه رايكم في تامينات الزومبيات والاعداء يطلع عينهم عشان يقدروا يعدوا كل ده، عشان يكسروه ويعدوه؟ يلا ده انا كنت طورته الماكس، بس محتاج موارد كتير قوي. نعمل هنا حلو، نعمل شباك باب. والله بحب اعمل ابواب. اقول لكم ليه؟ بس جدعان انا بحب اعمل بيتي كده. والله بحب اقفله خالص، بس بصوا الحركة دي، شفتوا؟ انا عاوز يكون كده. ايوه كده بالظبط. هنروح هنشوف. لف لف لف. ثواني. 5 6 3 6 6. راديو سيجنال ريكورد. يا ده مش انا لسه مصلحه، اللي خرب. يلا يا جدعان ده الراجل. بصوا عارفين دودة ايه؟ ده انتوا معاكم صدمة، اوضة التفنيش. بس والله العظيم لو حد فكر، قصدي لا شليه، لو حد من الاعداء فكر يجي ويسرق الحاجات انسى، قوم سجنه على طول. قوم دخله في السجن. دي واحدة على فات يا اختي جعان. انا جعان الهم المم مم 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 هي محترمة. كل حاجة بسكوتة. شيل. حلو. عشان اقدر اشوف الجسات. اتحرك. والله شكلي والله شكلي لزقت في الارض. ايوه خير.
اجرب اخد ده، اجرب احط في الجاسوس الجديد نشوف. عشان لو حد فكر يلعب بديله او اصلا ما المكان مش عاجبني بصراحة المكان ده. ثواني، في باب هنا؟ لا شباك، انا صغيرة مش حابه بصراحة، مش حابه. ايوه يعني لا، ايوه نخلي كده. هي جاب الاصلاحات وكلام من ده. بصوا اي حاجات او اصلاحات ام مصلح. شوف هنا ماشي، طب هنا حتى ايه ده، ولا خلي البتاع ده موجود، انا مش بحبه اصلا. شعر منكوش صح؟ عشان انا عندي شاكوش. شعر منكوش يا لهوي. تلاتة وخمسين. الان هوريكم على حاجة انتم ما عرفتهاش من زمان قوي. ثواني انا اوريكم على حاجه. ايه ده مخيم؟ ليه عامل ايه؟ اول مره اشوفه ده، مش عارفه عامل ازاي. هنشوف هو عامل ازاي. هنطرس بس المخيم. ايه ده؟ ايه يا جدعان، في واحد كان يا لهوي شركوا اهو. ازاي ماي فريند؟ ايه عرفت ده الكلب راح فين؟ ستارت. ايه ده الكلب راح فين يا جدعان؟ حتى بيهوى يا ماما. يا عم تديني ادوات. طيب السلاح معفن بس، ممكن تديني السلاح؟ ايه ده؟ شوف لا تبعي. ايه الهبل ده؟ كان شوف هيجي ورايا البيت، مش هطبخه انا اربيه، هجرب كده. انا ده جاي بس هو تقول لي مش جاي، يبقى كده هزعل. هنشوف ايه ده. ده كيف وشي كيف وشي فوكي 31. انتوا شايفين زومبيز فروم از ان فيستد
فيروس روست كان بريك داون يور هاوس. ايه يونيد؟ يا لهوي انا محتاجه امن يا اختي. الان في شجر غريب معنى كده في حاجه اكلير رينج. انا عارف الحاجات دي. يا لهوي وحشه من المواد الكيماويه. يا لهوي بيتيف. يا لهوي كل ده جنكال برطمية. لا 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 اتفنش كده تعب. لا يا لهوي جدعان مش رايح. فين الكلبوب اصلا؟ مش هو كان جاي معايا؟ يا لهوي ده حتى هبتدي يقولي. يا لهوي شفتوا الغدر؟ ايا سوسه بتفضل بصوت جديد. ما يا عم تفتحش الابواب. ليتر يلا خلينا هنام. فين السرير؟ اذا هنام على الكنبه. يلا صباح الخير. ايه ده مش هقدر انام ليه؟ عم بتنام. ايه ده كده؟ ايه ده؟ نعم بس انتم يعني بس انتم طيبين. ايه ده؟ طرش غريب. سبيك خشب. هاتشيت. طب اشمعنى دوت؟ لا مش فين دي بالعصاية. اقدر اعمل هيل بنفسي؟ ايه ده اقدر. كل حوالي اربعة حلوين اقدر اهيل نفسي. لا هنشوف ايه اللي جواهم. مش عارف شوف مش عارف. اوكي مور. ايه ده غريب؟ ايه ده؟ قال ايه؟ قال ايه وبقفت ايه؟ خلينا نفتحها. اوكي ده مش عارف. تلاتين ماشي. انا قلت ليها ايوه دي انا من الزباله ارمي. يا عم نفس الكلام. كرافت جنراتور 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 جنراتور
جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور جنراتور. والله اسم الدول غريب. ايه ده؟ والله الدول فيه حاجات مدرعين وحركات واو وحاجات ممكن تحمينا من الفيروس. واو نقدر نروح ممكن لأماكن. واو بس محتاجين حاجات كتير عشان نعمل. احنا انا لسه بقول الكلمة طبعا 5 بوينتات. انا مش عامل تاك راجل. انا شايفين اكتر شايفين الاسلحة. والله انا هلحس الاسلحة ولا اكل. هلحس السنايبر والحاجة وقوات خاصة وفلير. طب حلو عشان نطلب المساعدة ويكون في السكة. ده 5 وحاجات وحركات واكشن. فلير تانية اوكي وبنزين هنعمل عشان نملى اسمه ايه ده نسيت والله. ايه ده يجينا قوات خاصة في رقم 60. احنا في رقم 8. ايه ده؟ يعني نتوقع حلقة جديدة رأي جديد. يلا سلام.